مرحبا. من الأيقونات المهمة بمدينة حمص هو جامع خالد بن الوليد، هالجامع يلي شهد صيحات ونداءات الثورة السلمية السورية بأجمل مراحل. بس إذا أجينا للتاريخ، شو قصة هالجامع؟ ومين اللي بناه؟ وإمتى؟ جامع خالد بن الوليد موجود بمنطقة الخالدية بالجهة الشمالية الشرقية من مدينة حمص، بيضم ضريح القائد العربي الصحابي خالد بن الوليد يلي توفى بحمص سنة 641 ميلادية. وبزاوية ضريح خالد بن الوليد في ضريح أصغر منه لعبد الرحمن بن خالد بن الوليد. بيرجع بناء جامع خالد بن الوليد للقرن السابع الهجري، يعني القرن الثالث عشر ميلادي. أما البناء بشكله الحالي فبيرجع للعهد العثماني بالقرن التاسع عشر الميلادي أيام السلطان عبد الحميد الثاني، يلي انبنى فيه الجامع الجديد على أنقاض الجامع القديم، يلي كان مبني بنفس المكان على الطراز المملوكي أيام السلطان الظاهر بيبرس. والجامع ببنائه الحالي مبني على الطراز العثماني اللي بيتميز بتناوب أحجار باللونين الأبيض والأسود مع نكهة الطراز السوري. الجامع فيه زخارف كتير وإله تسع إبب بيضة أحجامها مختلفة، أو بالأحرى خمس إبب وأربع أنصاف إبب، وحديقة خارجية حوالي الجامع، وبيتميز بالمئذنتين العاليتين يلي بيبينوا بشكل أنيق بين القبب التسعة. أما المسجد من جوا فبيتألف من صحن واسع وفيه أربع قاعات بالجانب الشرقي، واحدة للوضوء وواحدة معمولة لتكون متحف للفن الإسلامي، والقاعتين الباقيتين مخصصين لطلاب العلم. بصدر بيت الصلاة في ثلاث محاريب، المحرب الوسطاني مزخرف بالرخام المجزع بأشكال هندسية رائعة بألوان سودة وحمرة وبيضة. أما المنبر فهو من الرخام الأبيض المنقوش والمخرم. ومن الواضح أنه كان في عناية بالغة بنموذج بناء الجامع بالأحجار الملونة والزخارف والنقوش البديعة. هالشي بيقدر يلمسه أي حدا زار الجامع، مثل ابن بطوطة يلي قال لفت انتباهه جامع خالد بن الوليد بشكل كتير كبير وقت زار مدينة حمص، فقال: وبخارج هذه المدينة قبر خالد بن الوليد سيف الله المسلول، وعليه زاوية وعلى قبره كسوة سوداء. وعدا عن مكانة جامع خالد بن الوليد الدينية، وعدا عن جمال عمرانه، كان جامع خالد بن الوليد على مر تاريخه محطة نضال، ومر عليه عدد كبير من علماء المدينة يلي ناهضوا الاحتلال العثماني ومن بعده الاحتلال الفرنسي. وكان منبره الشعلة يلي انطلقت منها بيانات التحريض يلي دعت الناس للثورة والتحرر وفك القيد. ومن هدول العلماء الشيخ جمال الدين الجمالي، إمام وخطيب جامع خالد بن الوليد يلي كان ثائر ضد الاستعمار الفرنسي، وكان يهاجم الانتداب الفرنسي من على منبر الجامع بشكل مستمر بدون أي خوف. وحاول المستشار الفرنسي بحمص أنه يتقرب منه ويزوره، بس الشيخ رفض زيارة المستشار وقال مقولته يلي صارت مثل على لسان الناس: نحن لا مننزار ولا منزور. ونتيجة مواقفه تعرض للنفي سنة 1933. وكمان من علماء المدينة يلي كان لهم دور بمناهضة الاحتلال العلامة الشيخ عبد الحميد الزهراوي يلي حرض من على منبر جامع خالد بن الوليد الناس ضد الاحتلال العثماني، وكان واحد من شهداء 6 أيار يلي انعدموا على إيد الوالي العثماني جمال باشا السفاح ب6 أيار سنة 1916. وامتد دور الجامع بتجميع الثوار لأيامنا، وكان واحد من أهم أيقونات الثورة السورية يلي انطلقت سنة 2011. هي كانت أهم المعلومات اللي جمعنا لكم ياها عن جامع خالد بن الوليد. إذا عندكم أي شيء تاني حابين تشاركونا فيه، تركوا لنا إياه بتعليقاتكم.